هدفنا الأساسي هو توفير السكن الملائم وتعزيز كفاءة الخدمات الإسكانية المقدمة لأبناء الوطن، وبالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حالياً، وهي خدمات التمليك والقسائم السكنية والخدمات التمويلية. أطلقت الوزارة وبنك الإسكان برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة ليحقق تطلعاتك ويمنحك حرية اختيار المسكن المناسب لك. فإذا كنت تطمح لتوفير مسكن لأسرتك وبدون فترات انتظار، تعرف على التمويلات الإسكانية الجديدة وبادر بالاستفادة بما يناسبك.